الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم. واليوم مع قصة جديدة من القصص النبوي، قصة وعبرة. أن رجلا من بني إسرائيل تسلف هذا الرجل من بعض الناس، فقالوا ائتنا بشهداء، ائتنا بشهيد واحد يشهد عليك، يعني بشاهد يشهد عليك. فقال لذلك الرجل الذي قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. هو يبي 1000 دينار، فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بكفيل، يعني ائتني بكفيل يكفل، يعني يأتي. ما من الكفيل؟ الضامن، يعني يضمن المال بدلا عنك لو أنك ما جئت إلي. قال كفى بالله كفيلا. قال ورضي بالله عز وجل، وأعطاه ودفع إليه 1000 دينار. هذا الرجل ذهب وركب البحر وأراد أن يتاجر، وبعدما جاء الأجل المسمى، مثلا نقول حنا بعد شهر الأجل المسمى بالضبط، ركب ذلك الرجل يريد أن يركب البحر ويرجع عند صاحبه، فلم يجد مركبا. حاول والله أعلم، كانت هناك يعني عاصفة شديدة، وما استطاع أحد أن يذهب إلى ذلك البحر ويركب مع هذه الأمواج. تدرون في السابق قد يكون القوارب صغيرة جدا، والمتوفر منها أيضا يسير جدا. الشاهد فأخذ خشبة ونقر هذه الخشبة وكتب كتابا وزجج هذه الخشبة، يعني أخذ الكتاب كتب من فلان إلى فلان هذه 1000 دينار والموعد المعين، ولم أستطع أن آتيك لأن ما في مركب تريد يعني تذهب إلى ذلك المكان، وأغلق هذه الخشبة وألقى بها بالبحر، بعدما قال اللهم إن فلان لما جئت إليه وقلت أعطني 1000 دينار، فقال أين أين شاهد لك؟ فقلت كفى بالله شهيدا وشاهدا، يعني فقلت، فقال أتني بكفيل، فقلت كفى بالله كفيلا، اللهم إنني فعلت ذلك، يعني هذا الأمر، ورضي بك، اللهم أوصل إليه يعني هذا المال، وألقى الخشبة. صاحبه الذي في الطرف الآخر من البحر ينتظر صاحبه، ما جاء ولا مركب، ينتظر ما جاء مركب من تلك المنطقة، فوجد خشبة فقال أذهب بها حطما إلى الأهل، وأخذ الخشبة، فلما كسر الخشبة وإذا فيها ذلك الكتاب من ذلك الصاحب، وإذا فيها مبلغ 1000 دينار. أول مركب استطاع أن يذهب إلى البحر ركب ذلك المركب وذهب إلى صاحبه، فلما جاءه قال أنا والله يعني حاولت أن أجد مركبا ولم أجد، وأول مركب هذا المركب. قال هل بعثت إلي بشيء؟ قال أنا قاعد أقول لك بأني أنا أول مركب جئت من هذا المركب. قال لقد أدى الله عنك، لقد وصلت أمانتك. فذهب بالألف راشدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة له معاني عظيمة وفيه فوائد جسيمة. أول هذه الفوائد هو التوكل على الله عز وجل. ذلك الرجل وثق بصاحبه لما قالوا مثل ذلك الكلام. الأصل أن الإنسان في وقت الدين يكتب دينه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كما قال الله عز وجل، وهذا أمر مشروع، ولذلك لا يجوز لأحد أن يخالف ذلك المشروع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كتابة الدين أمر مشروع، ولا يجوز لأحد أن يقول كتابة الدين لا، خلها باب ثقة بيني وبينك. صح، باب ثقة، لكن السنة أن الإنسان يكتب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني الكتابة إقرار دين، وذلك بعض الناس لما يجي يطلب منك مثلا مبلغ معين من المال وتقول أنا بنذهب إلى نكتب إقرار الدين في المحكمة، بعضهم يتضايق وبعضهم يقول ما في ثقة. ولو قلت اكتب لي إقرار بأنك أعطيتك المبلغ الفلاني، البعض يتضايق. إذا كنت أنت تريد أن تؤدي أموال الناس يؤديها الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلافها أتلفه الله. في هناك طريقين قبل أن تأخذ الأموال. أنا جيت لفلان قلت له أبي منك 1000 دينار، إما أنا بنيتي أنا ما راح أعطيه، فهذا سوف يتلف 1000 دينار وتتلف كذلك حياتي، لأن هذا الرجل له يعني كما يقال له حوبة، يعني بمعنى ليس أنه هو بشخصه، إنما حوبة الذنب، حوبة الذنب وحوبة الدعاء عليك، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك يجوز الإنسان الذي يماطل، يعني يماطل صاحبه، يجوز أن يتكلم عليه، هذا مما يباح فيه الغيبة. يعني واحد أعطيته أنت مبلغ معين من المال، وإذا بذلك المبلغ لا يؤديه إليك، فتروح تتكلم تقول ترى فلان مماطل، هذا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا من الظلم. ولذلك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أمام الباهلي فقال: ما لي أراك في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. قال: لا أعلمك دعاء تدعو به؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن الدين قد يغلب صاحبه، فأنت تستعيذ بالله عز وجل من غلبة الدين. والأمر أيها الأخوة هو بيد الله، الله عز وجل هو الذي يفتح لك الأرزاق فيجعلك ممن قد يؤدي دينه كله، يؤدي الدين الذي عليه. ولذلك على الإنسان أيها الإخوة أن يفهم من هذه القصة على أن طلب الكفيل أو طلب الشاهد أو الشهيد ليس فيه مانع. لو واحد يقول لك: يا خبرك كفيل، أحد يكفلك، فخلاص. أو أنت صرت كفيل لفلان، ترى أنت ملزم شرعا وقانونا على لو فلان لم يؤدي المال أنت تؤديه. لذلك من أحيل على مليء فليحتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفالة والشهادة هذا أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الرجل قال: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا، لأن ما يعرف أحد، هو ما يعرف أحد في تلك المنطقة، وهو رجل يعلم من نفسه أنه سوف يؤدي ذلك المال، لكن هو خاف أن لا أحد يعطيه، فما لم يجد إلا ذلك الشخص. ونعم الله عز وجل، نعم المولى، ونعم الكفيل، ونعم الشهيد، وهذا أعظم أعظم. ذلك موسى عليه السلام لما قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا جناح علي. شوف، والله على ما نقول شهيد. فذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا جناح علي، يعني الله عز وجل مطلع علينا، والله عز وجل شهيد علينا. ولذلك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فقضية هذه ترى قضية أعظم من الشهادة العادية، وأعظم من الكتابة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام.